السلام عليكم. مشيت قضيت انا وجميله وسالينا ومشينا شرينا فلافل، سندويشات فلافل من عند المحل التركي، ومشينا كلينا في الجرده. وفجاه قلبت القفه ديالي، لقيت بانه انا شريت هادو خلصتهم لي فلوت ونسيتهم في السوبر مارشي حدا الجرده. مشيت لعنده قلت له راني نسيت الخبز داكشي، قال لي اها هو، لانه اي واحد لقاه بحال دابا بعد مني وانا ديجا مخلصه تيرجعوه لاكاس تيقول له راه شي حد نسى اي حاجه، سواء حاجه رخيصه سواء حاجه غاليه، تيقول له المول لاكاس تيقول له هذه راه نسات ولا شي حد نسى، فتيرجعوها لصحاب الحق. صراحه والله الا خليت جميله في الجرده وقلت لها غادي نمشي نجيبها ضروري باش نشريها. المهم انا رجيت دابا عند جميله، هي جالسه بحال اللي قلت لكم، مشيت ولقيت الخبز كيسيني حطينه خديته، وبغيت نجاوب على واحد السؤال جاني دابا. الناس صحاب ليهم انه الطاجين كان تيطيب وهبط منه هاد المياهات هذه كامله. لا، طاجين احنا كنا سالينا من طاجين، وانا كنلصق فيه بزاف، كنلصق فيه بطاطا وكنلصق فيه الخضره، وكان شي شويه محروق من التحت، وانا حطيته ودرت عليه الماء السخون غير باش يطرى. نسيت القادوس مشعول وخرجت، يعني نسيت الحنفيه او القادوس او السباله بالجزائريه، نسيتها مشعوله محلوله، حليتها وخرجت. ماشي الطاجين كان تيطيب ولا كذا كذا كذا، فانا خليته في القادوس درت عليه الماء السخون كيغلي، حيت حنا القادوس عندنا ملي كيكون في الاول عادي، ومن بعد ملي كيبقى ملي كيبقى دايز 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 فهو تيولي الماء سخون بزاف 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 بزاف، لدرجه انه دار البخار في السقوفه وفي الارض وفي الحيط وفي هذا. والحمد لله هذيك الماكينه راها كتشفط، البارحه غيرت ثلاثه المرات هذاك السطل حاشاكم اللي فيها، راه شفطات. واليوم عاوتاني كنت خارجه دابا باش نتقدى، فخليتها كتشفط وكتخرج الماء تبارك الله ما شاء الله. هذا الشيء اللي بغيت نجاوب باش الناس يفهموا هاد القضيه هذه، لانه الناس صعب ليهم بان الطاجين راه تيطيب وهبط هاد الشيء. لا، هذا راه واخا يكون كاع سحر ما يمكنش يكون بهذه الطريقه هذه. هي لا، الطاجين تحط في القادوس والقادوس تهبط الماء السخون، ومهم حادثه الماء تيقولوا عليها هنايا فانسكاد، يعني شنقول لكم ما عرفتش. المهم هاد الشيء اللي كاين، فهذا هو الجواب اللي السؤال جاني، انه كيفاش الطاجين كان تيطيب وخرج منه هذا الماء هذا كامل. هو لا، بحال اللي قلنا هو طاب وكلينا وتعشينا وكل شيء، وانا حطيت فيه الماء السخون لغد ليه قبل ما نخرج. انا مزغوبه الزغبيه، قبل ما نخرج حطيته قلت غيدير تغسل لي تغسل داك الشيء الاخر، وهذاك اللي باقي لاصق فيه طاجين قلت غنحط فيه ماء مغليه باش هذيك الخضره غادي تهدى. فهذيك الخضره شنو دارت؟ هذيك الخضره منين نسيت انا هذاك الماء مع الخضره كانت لاصقه في الطاجين، ملي لصقات في الطاجين وحطينا ماء سخون، هذيك الخضره خرجات من الطاجين، تحيدات من الطاجين، كسرت الحراره 4 ساعات 3 ساعات من برا. فهذيك الخضره شنو دارت؟ خنقات هذاك ديال القادوس هذاك هذا، جات لهذيك البلاصه، فهذاك الشيء اللي خلاها باش هذا يتصاوب. والحمد لله على كل حال، هذا غير بغيت نجاوب على هذا الشيء. هذه حلوها هاد المواسير ديال الماء ديال داري، هذا ديال الماء سخون، هذا ديال الماء بارد، ما عرفتش شنو كاين لتحت، خايفه اللي طاح لي التليفون. المهم هذه المفروض هكذا هما كيصاوبوا، هكا الديور ديالهم دايرين. المهم هذه حلوها منين تصاوب لي الماء في الدار او في الكوزينه، فحلوها. والمفروض خصها تسد هكذا، المشكله مع هاد الهواء ديال الماكينه ملي كيجيو ملي كتجي تحل الباب ولا شي حاجه دغيا كتحل. هي المفروض هادي المفروض خصها تسد ولكن كتحل، وانتم تشوفوا ها هما عندها واحد الجهه هنا وهاد الجهه هادي خصها هادي تدخل هكذا المفروض هكذا، ولكن هما دابا نساو باش يسدوها، وانا ما عنديش هذا الخاص باش كتسد، خصها الدور بحال واحد ماشي تغنوفيس ولكن شي حاجه هكذا باش كتسد فيها، خصها هذه تسد هكذا وهذه تسد هكذا. فالمهم
نسينوهم حتى يجيو، غيجيو نهار اثنين. ما نقدرش نسمي اسم الجلالة في التواليت. هادي خسرات، ولكن غادي يصلحوها. اللي هو الجرس ديال الباب، هادي كيديروها المفروض ملي كيصوني الجرس المفروض تعطي هادي صوت. وكدير الضو بالالوان، باش الا كان الله يستر شي واحد بحال دابا في الجيران، شي حد مسكين ما تيسمعش او كبير في السن ما تيسمعش، فمجرد ما يكون دايز من التواليت او من الكوزينه او من البيت كيشوف الضو كيعرف بان شي حد تيدق عليه. تا ما بقاش خدامه تيجيو يصلحوها. المهم هذاك حيت هذاك النهار تريسيان فاش جا وحيد الضو هذاك التخربيق، المهم دارت شي مساله شي تخربيقه زربيقه، غادي يصلحوها ان شاء الله. المهم جيت جعانه، واخا كليت انا وجميله تعشينا زعما تما او تغدينا فلافل، شرينا فلافل وجلسنا في الجرده كلينا. ولكن سبحان الله العظيم جاني الجوع، جيت سخنت بحال اللي كتشوفوا الشعريه اللي بقات لي بجنبالها. المهم ما كرميش انا الماكله، كناكلها الدراري البارح كلاوها، هي ديال دابا لها اليوم الثالث، ولكن ثلاجه بارده تبارك الله محفظه ما فيها حتى شي مشكله. علاش غادي صراحه علاش حرام؟ ماكله مزيانه، باقي كلشي فيها مزيان، تكال منين تسالي ديك الساعه الواحد يطيب حاجه جديده، منها كنرتاحوا ومنها حرام الضياع. وسيرتو انا الشهاوي المغربيه ما نقدرش نتلف صراحه، ما نقدرش يعني نضيعها. شو هذيك فين مبينه لي هذه الشعريه فين مشات مسكينه. المهم هذا الشيء اللي كاين. هذه الصوره ديال الوالده ديالي، وهذه الصوره ديال الوالده ديالي الثانيه. الله يحفظهم، هما بركه ديال الدار، الله يحفظهم والله ينشيهم والله يطول عمرهم والله يشفيهم ويشفي امهات العالمين ويرحم اللي ماتوا منهم يا رب يا كريم. وكاسا كنتفرج في روطانا، هادشي اللي كاين. ها انتم شوفوا اليوم الجمعه 10 في الشهر ياك ياك جميله، 10 لو 10 لو 10 جويي. شتو الشتا تاع الله دابا. اوكي المغرب ما غنسافروش، الجزائر ما غنسافروش، ما غنسافروش حتى شي بلاصه. ايوا يا ربي غير شي شويه الشمس نتمتعوا. كتبان لكم الشتا ولا ما كتبانش؟ كتبان سبحان الله العظيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف كتبان الشتا تما؟ فهمت والله ما فهمت. جوي وجوي عباد الله تصب في الشتا. المهم اللي عنده شي شمس في بلادو يحمد الله ويشكرو ما يتشكاش، حمد الله وشكروه. فداك الشمس اللي عندكم ما تقولوش صهد، ما تقولوش نهائيا. صباح الخير، كي صبحتو؟ كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم راه السبت، انا ما بقيتش كنخرج المسافات بعيده حتى نهار اثنين ان شاء الله، ملي غيديو هذيك الماكينه ويجيو يشوفوا بالخشب والحيط واش باقي فيه الماء ولا ما باقيش. لهذا المهم تنخرجوا غير هنايا للجرده، انا دابا هذه الجرده اللي حدا داري. غادي نمشي عند الجرده اللي تما اللي حدا جميله، بيني وبينها هذيك الجرده حدا ليدل تنجلسوا تما. المهم كان الجو قالوا شميسه، شتو تقلب دابا ما فهمتش. بغيت غير نقول واحد الرساله للناس ديال الدول العربيه، دابا اللي عندكم هذيك الشميسه وهذيك الصهد، والله العظيم قسما بالله الحمد لله الحمد لله، لانه حنايا هنايا ما عرفنا راسنا واش صيف. حنا دابا في لو 11 جويي 11 جويي او 11 7 2020، و الجو ما عرفناهش واش لبسوا نظار واش ما لبسوش نظار، واش لبسوا الجاكيت. انا لابسه الجاكيت ولابسه نظار يعني، ولابسه مشايه يعني، ما فهمتش يعني ما. المهم الحمد لله وشكرو، كتقولوا صهد صهد صهد
سعداتكم سعداتكم سعداتكم، على الاقل معروف عندكم هذوك التوقيتات، ولا تيقولوا التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي التوقيت الخريفي التوقيت الربيعي. هنايا كنشوفوا كل شيء، يعني في الصيف تنشوفوا كاع كاع الاجواء كاع الطقوس، في الشتاء بلا ما نهضر بحال اللي قلت لكم دائما ضروري حنايا في الصيف واخا هكذا كانتو ما كتشوفوا خصنا الجاكيت خصنا البارح كنت لابسه باش كنت خارجه كنت لابسه لي بوت لانه الرجل كتبرد، فما ما عرفتش والحمد لله على كل حال. كنتمنى ان شاء الله باذن الله هاد من 15/7 لهيه يجينا شي شويه ديال نحسوا على الاقل ما مسافرينش نحسوا بشي شويه ديال الصيف، نحسوا بالحلاوه ديال البحر، نمشيو للبحر ناكلوا في البحر نديروا الشوا في البحر، المهم غير نحسوا راسنا بان حنايا شي شويه راه غادي ندوزوا الصيف. ف هادشي اللي كاين. انا اصلا ما شايفاش راسي، واش كتشوفوني ولا ما كتشوفونيش والله العظيم، ولا كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش الله اعلم. المهم دابا غادي نمشي للجرده نجلس شي شويه، هذا غير بتي ميساج بغيت نقول لكم غير الحمد لله وشكروه. واحد الى جاه الصهد غادي ياخذ سطل ديال المدافي وغادي يبرد، هنايا ما عندناش انا ما عندنا كنديرو، يعني كيكون جو تريست كيكون جو حزين، يعني الجو نفسه كيكون حزين او الطقس او الاتموسفير اللي حنا فيه تيكون شي شويه تريست، فبنادم تيكتئب شي شويه، ولكن ما بغيتش نخليكم تكتئبوا. حنا الحمد لله الشكر لله حنا كنساينوا الوقت، داكشي باش كنغتنموا الفرصه ملي كيكون الصيف ملي كتكون الحراره تنخرجوا، واخا تنعرفوا راه غد ليك اين الرعد، لا كنخرجوا يعني قبل منها بنهار تنقولوا نغتنموا الفرصه نبروفيتيو. هذه تيقولوا نهضروا بعد ان شاء الله. انا وصلت كنساين جميله تجي، المهم انا في الطياشه قشت مع راسي مرتاحه دابا الحمد لله الحمد لله، الشميسه كتجي المهم. بغيت نقول العالقين المغاربه مساكن والجاليه المغربيه اللي غادي تسافر ان شاء الله في المغرب ابتداء من 14 او 15، تمشيو ان شاء الله على خير توصلوا بلادكم على خير سالمين غانمين وترجعوا لبلاد البلاد المضيف ولا الغربه ولا ترجعوا سالمين غانمين. المهم اللي عرفت بانه كاين جوج ديال التحليلات، كاين السيرولوجي تيست وكاين اللي هو كيسمى سيرولوجي تيست انتيستوف، شي حاجه بحال ديال الحساسيه بحال يعرفوا بانه الكوفيد واش كان ولا ما كانش، هو اللي كيعرف واش الكوفيد كان ولا ما كانش. والحاجه الثانيه الله شميسه طلعت، والحاجه الثانيه اللي هو السي بي ار، ماشي سي بي ار، بي سي ار التحليله اللي كدار. والغريب في الموضوع انهم طالبين 48 ساعه، هنا في الدنمارك بعدا تيعطيوها لك بعد 72 ساعه، يعني الواحد ما يقدرش يحجز تيكت الطياره حتى ياخذ هذيك التحليله باش ما تقدامش، او الا ما كانش الطياره ديريكت بحال دابا المغرب، بحال دابا الواحد غيمشي لفرنسا او ايطاليا او الدول اللي هما حاطين دي يقدروا يدخلوا الطياره تدخل منهم، معناها انه تقدر تقدام هذيك هذا ما تبقاش 48 ساعه غتولي اكثر، فالواحد خصو يحجز الطياره. بحال دابا انا حجزت غادي نسافر مثلا، انا ما مسافراش الحمد لله، مثلا واحد حاجز بانه غدا غادي يسافر خصو يكون داير تحليله تخرج اليوم، تخرج في يدك يعني تكون عندك في يدك، لانه انا ما قدرتش نستوعب ديال 48 ساعه، لانه اصلا ماشي حنا اللي كنحددوا الوقت، هذوك ديال التحليله هما اللي كيحددوا
وحنا اصلا كيدير الواحد كيدخل للانترنت وكيدير كياخذ موعد من الانترنت وكيمشي وكيديرها وتيرجع. هذيك ديال السيرولوجي اللي هي ديال الدم، هذيك تحليله ديال الدم ديال كوفيد، حتى هي هذيك كتخاد من صيدليه ماشي مشكل، هذيك كتخاد بعد 10 دقائق ماشي مشكل، ولكن التحليله بحال اللي قلت الواحد تيكتب تيدخل تياخذ تيكتب تاريخ الميلاد ديالو تيكتب سميتو وديك التخربيق كامل في ديجيتال بوست تيحجز هو الموعد فاش غادي يدير، وكيقولوا لي بحال دابا تيجي تدير غدا باش تختار حتى الساعة باش تمشي. بحال اللي قلت لكم يعني غادي تقدام غادي تقدام، الى الواحد غيبات في باريس في شارل دوغول مثلا عاد غيوصل المغرب ثاني يوم فغادي تخدم، يعني كي غيدير الواحد يجيب تحليله وخاصها تكون 48 يعني 48 ساعه بالضبط، ما تكونش فايته ما تكونش ما عرفتش. المهم الله يسهل على الناس اللي غادي تسافر، والله يحن عليهم، والله زعما الله يسهل عليهم الظروف كامله باش يوصلوا بخير وعلى خير ويرجعوا بخير على خير، والله يحد الباس، والله ينجينا من هذا الوباء صراحة قسما بالله. خلاص يعني عينا، انا كنت مولفة دائما 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 بخومي جوي او لوتو جوي او ماكسيموم 3 جوي، كنت في الاول كنمشي في الاخر ديال 6، بغيت كنمشي في بخومي جوي ولوتو جوي ونرجع حتى 13 اوت. دابا القضية صعبت علينا بزاف، ما غاديش نقدروا ما غاديش ما نقدرش نسافر 15/7 ونجلس جوج سيمانات ولا ثلاثة ونرجع ندير الحجر هنا، ويقدر يكون الحجر في المغرب. وسمعت بان الواحد غيدير تحليله في المغرب، غيديرها هنايا وغيديرها في المغرب، ما فهمتش. فانا قلت لا، انا ما كنبغيش هاد المشاكل هذه كامله، قلت قدر الله ما شاء فعل. بهاد الصعوبات وبهاد الشيء كامل معناها ان الله ما غاديش نسافر، فانا الحمد لله وشكرا. والايام جايه والشهور جايه هادشي اللي بغيت نقول لكم. فالله يسهل على الجميع ويا رب اهالينا يكونوا بصحه وسلامه، وان شاء الله يكونوا تشوفوا في الايام القادمه ان شاء الله باذن الله. العطله الجايه ان شاء الله ربي يسهل ربي يدير الخير. وهادشي اللي كاين مشكلات انتم عارفين اخرى، لانه غير جوج طيارات اللي يقدروا يدخلوا المغرب اللي هي العربيه ولاغام، وانتم عارفين لاغام شحال غاليه، والعربيه انا ما عمري كنت فيها صراحه، ولكن موالفة كنمشي انا في اير فرانس مثلا في الطياره الفرنسيه، وبعد المرات كنمشي لكازا في الطياره لاغام. ملي كانت زعما ثمنها معقول، ولكن دابا مع هاد الكوفيد فاكيد غير لها ثمن، فلا شكرا. هادشي اللي بغيت نقول لكم، هضروا معايا.